السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناة الرياضية على اليوتيوب. جئت لك اليوم لكي اخبرك واطلعك عما يدور في الساحرة المستديرة من اخبار وتفاصيل. هي الان سنتحدث في هذه الحلقة عن الاسماعيلي وما يدور داخل جدران الاسماعيلي، وايضا سنتحدث عن الكرة المصرية وما يدور في الكرة المصرية، سنتحدث عن تدريب الاسماعيلي وشعله في تدريب الاسماعيلي، وايضا سنتحدث عن ما يدور داخل معسكر نادي الاسماعيلي واستعداد الكابتن ايهاب جلال لمباراه سموحه، وسنتحدث عن النادي الاجتماعي وموعد تسليم النادي الاجتماعي، وايضا سنتحدث عن ازمه ابو الحسن وفهيم ووصلت لفين هذه الازمه، وسنتحدث عن تصريح الكابتن احمد سامي مدرب سموحه عن مباراه الاسماعيلي وسموحه، وسنتحدث عن فساد لجنه انضباط الكره المصريه وما يحدث في انضباط او مشكله داخل حال الكرة المصري، وسنتحدث أيضا عن المواجهات الأكثر شعبية والأكثر سخونة والأكثر متعة التي انتهت أمس في البريمير ليج والكونفدرالية الأفريقية. ولكن قبل ما ننطلق في هذه الحلقة، لا تنسى صديقي إن إحنا عندنا مهمة هي الأقوى ومهمة الأصعب، إن إحنا نعرف للكرة المصرية ولمحبي وعاشقي الحريف كم هو حجم جمهور الإسماعيلي وكم هو حجم جمهور الكرة المصرية عن طريق الاشتراك واللايك والسبسكرايب. فلا تتركني، انتظر معايا لاخر حلقة عشان معانا اخبار هي الاهم، والاشتراك واللايك والسبسكرايب هم ندعموا هذه القناة، ولن تكبر هذه القناة الا بدونك. وقبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، وننطلق في حلقة هي الاهم عما يدور ويحدث داخل جدران نادي الاسماعيلي ويحدث في الكرة المصرية. ولكن قبل اي شيء، مبروك للفرنس الابيض على لقاء هو الاكثر من رائع. الزمالك امبارح عمل مباراة حقيقي كانت رائعة، مباراة بها الكثير من المتعة والإثارة، وأيضا ليفربول فعل الكثير وعمل مباراة هي الأكثر من رائعة. سنتحدث في كل هذا، ولكن في البداية نتحدث عن شغل وتدريب في الإسماعيلي استعدادا لمباراة سموحة، والكابتن إيهاب جلال يستعد لمباراة سموحة باستعدادات مختلفة عن أي لقاء وتدريبات مختلفة عن أي لقاء وتسديدات من خارج المرمى وعرضيات وتدريبات على اكثر من طريقه مختلفه لحلول او حلول التهديف في الاسماعيلي واصلاح اخطاء مدافعي الاسماعيلي. كان في امبارح تدريبه منوعه وكامله وشامله للاعيب الاسماعيلي، يعني الكابتن ايهاب بيعمل شغل مختلف تماما عشان مش حابب يخسر مباراه سموحه. ده بالنسبه طبعا الكابتن ايهاب جلال بيذاكر فيديوهات اخر لقاءات لسموحة، طلب من مسؤولي يحضروا لي اكتر من فيديو لمباراة سموحة السابقة ومشاهدة للوقوف على الاخطاء وقوة نقاط الضعف والقوة في فريق سموحة. ده بالنسبة لكابتن ايهاب جلال والسادات. طبعا ارسل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم لجنة عليا لتسليم مجلس إدارة الإسماعيلي المبنى الاجتماعي بأرض النخيل الذي يقع على مساحة 27 فدان، والبالغ تكلفته أكثر من 700 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاح رسميا مع افتتاح أو مع احتفالية الإسماعيلي بالمئوية المنتظرة يوم 13 إبريل المقبل. ده بالنسبة للنادي الاجتماعي، النادي الاجتماعي خلاص هيتسلم. اتمنى بقى من مسؤولي الاسماعيلي كده عندكم الموارد، النادي الاجتماعي كده عندكم، مش عايزين بقى ايه نشمت فينا حد، مش عايزين نخلي حد يمسك علينا حاجه، عايزين نظبط دنيتنا ونلم الدنيا حوالين مننا ونقدر ان احنا نعمل جيل يليق باسم الاسماعيلي. انت كده عندك ملعب رئيسي، عندك ملاعب فرعيه، عندك موارد وعندك رعايه وعندك وعندك، فما فيش حجه بقى كده، ما فيش حجه. عايزين لعيبه تليق باسم تشكيل الاسماعيلي وتليق باسم كيان الاسماعيلي. عايزين نرجع لسابق عهده، عايزين نرجع للمنافسات، عايزين نرجع ان احنا نلعب من سيكون بطل الدوري، نلعب مباراه تفصل بين الانديه، عايزين نوصل كده زي البريمير ليج نقطه ونقطتين بين الاول والثاني والثالث، عايزين منافسه، ده اللي احنا عايزينه. ف ده بالنسبه للنادي الاجتماعي. طبعا برعايه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ازمه ابو الحسن وفهيم في الاسماعيلي تنتظر الحل، وطبعا كده وصلت والحمد لله رب العالمين ان صوتنا بيوصل للناس دي.
انا بحمد الله عز وجل ان صوتي بيوصل للناس دي، فاهم؟ لان اتكلمت في الموضوع ده كتير، واتكلمت في موضوع النادي الاجتماعي كتير. انا هنا عشان النادي، انا هنا عشان الكيان، انا هنا عشان اجيب حق النادي وعشان اساند الكيان من مكاني. فلا تبخل على حبيبك الحريف بالاشتراك واللايك وتشير الفيديو عشان الناس تعرف كم هو حجم جمهور دروش مصر دروش العرب. بالنسبه لي مشكلة كريم مشكلة هتخلص، أنا بقول لك هتخلص، واللي هيرجع لمكانه والدنيا تبقى تمام ومفيش أي حاجة والمواضيع هتخلص كلها. طبعا في تصريح من الكابتن أحمد سامي ما كانش ليه لازمة، بس التصريح ده يعني بي بي بيكرهنا بعض، يعني التصريحات دي هي اللي بتولع الدنيا ببعض. طبعا تصريح أحمد سامي مدرب سموحة بيقول لك لا أحب المفاجآت، كيف يتم تأجيل مباراتين مع الإسماعيلي قبل موعدهم بأيام قليلة قبل بأيام قليلة المنافسة المنافس استفاد من التأجيل وتم منحه فرصة لالتقاط الأنفاس بعد رحلة ليبيا. ما كانش ليه لازمة ان انت تقول الكلمتين دول، انت برضو واخد فرصة بقالك فترة كبيرة قاعد بتعمل لقاءات ودية وبتعمل وتحضر لعيبتك، هو فين الدوري؟ هو الدوري شغال من امتى؟ احنا بقالنا اكتر من 20 يوم مفيش كوره. احمد اسامي انت نايم ولا ايه؟ ولا انت مش عايش معانا؟ على الاقل احنا اللعيبه سافرت واجهدت وسافرت ولعبت وعملت واصيبت ولعبت 3 مباريات وديه مع المقاولين ومع ايه يا عم؟ انت نايم ولا ايه؟ ده بالنسبه لتصريح احمد سامي اللي سيبك منه. ماشي. طبعا لجنه الانضباط في الكره المصريه اللي هي ضغط على الاسماعيلي عشان مشكله ابراهيم حسن وعشان مشكله شواط وعشان مشكله علان ومدركان والبقاله اللي على النصي عنده جبنه وحشه فاحنا شاكينا لاتحاد الكوره. هقول لك ايه طيب؟ احنا بقول لك انا عايز اقول لك ان الراجل اللي لا مؤاخذه بتاع الزباله اللي بيمشي في الشارع شاكي النادي الاسماعيلي لاتحاد الكوره عشان ما خدش مرتبه. ايه يا عم اللي احنا بيحصل معانا ده؟ ايه الفساد ده؟ ايه الخراب ده اللي احنا فيه؟ فلجنة الانضباط لاتحاد الكرة كرة القدم تقرر استدعاء محمد الشيبي، محمد الشيبي اللي هو اتضرب من حسين الشحات، ارجع للذكريات اللي اتضرب محمد الشحات لاعب بيراميدز للتحقيق معه يوم الاربعاء. يعني محمد الشيبي اللي اتضرب واتهان واتشتم بوم، بلاش يا عم، انا كذاب، اتفرج على حلقة رامز جلال مع حسين الشحات هيتأسف للشيبي ولوالدة الشيبي على الهوا، صح؟ يبقى مين اللي غلط؟ حسين الشحات. ولكن الموضوع هيخلص في كوباية شاي بالياسمين، هيخلص صدقني. أي حاجة لنادي الأهلي بتخلص سريعا سريعا، ولكن احنا غلابة، الإسماعيلي غلابة، فموضوعه ما بتخلصش. ده بالنسبة لما حدث من فساد من لجنة الانضباط واتحاد الكورة. سريعا كده عشان نخش على الناس بقى الرايقه، الناس اللي في السالك من الاخر. نذهب سريعا الى البطوله الاكثر شعبيه والجماهيريه البريمير ليج. وبعد لقاء ونتيجه رائعه من الملكي، انا اللي بسميه الملكي الانجليزي ليفربول والفرعون المصري صاحب الانجازات بعد لقاء رائع وهدف واسيست لصلاح يتصدر العناوين ويسطر تاريخ جديد لصلاح بهدف اكثر من رائع. طبعا فاز امس ليفربول على برايتون بهدفين مقابل لا شيء. احرز اهداف ليفربول الهدف الاول في الدقيقه 27 للاعب لويس دياز وفي الدقيقه والهدف الثاني طبعا بعد عرضيه واسيست من صلاح راسيه للويس دياز ليضع الهدف الاول ليفربول بعد ريمونتادا وعوده بعد ما كان مغلوب من برايتون 1-0 يفوز على برايتون 2 بهدف الاول للويس دياز في الدقيقه 27 والهدف الثاني للملكي او ملك المصري والفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقه 65 ليتصدر ترتيب جدول البريمير ليج بعد تعادل مانشستر سيتي امس مع ارسنال بدون اهداف. يتصدر كده ترتيب جدول البريمير ليج بعد الجوله 29 ليفربول
برصيد 67 نقطة، يلي أرسنال 65، يلي مانشستر سيتي 64 نقطة. لسه ما انتهتش يا يورجن كلوب، عايزك تنهي مسيرتك مع ليفربول وأنت بطل البريمير ليج، وأتمنى إن محمد صلاح يكون هداف البريمير ليج للمرة 999. الراجل ده معدي بكتير، نتمنى لصلاح الأفضل، نتمنى للكرة الإنجليزية والبريمير ليج الأفضل، لأني حقيقي هي دي المتعة، هي دي كرة القدم. ده ولن نذهب سريعا في نفس السياق وفي مواجهة كانت هي الأكثر مفاجأة، وليس مفاجأة، عن الفارس الأبيض وتألق من الفارس الأبيض بفوز بعد فوزه أمس بعد رومونتادا، أيضا من هزيمة من فيوتشر، يعود ليتصدر أو يفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد في الكونفدرالية. أحرز أهداف الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضايع اللاعب والنجم المحترف حمزة المسلوسي من ضربة رأس أكثر من رائعة، وأحمد السيد زيزو بعد تعافى من الإصابة وبعد عودة حميدة لنجم الزمالك أحمد السيد زيزو يضع هدف في الدقيقة 88 ليتصدر الزمالك، أو قبل العودة لاني هيقابل الفائز من درامز والملعب المالي. درامز فاز امس على الملعب المالي ايضا 2-1، ففي لقاءات قويه في البريمير ليج، في الكونفدراليه افريقيا، في دوري ابطال افريقيا. نتمنى للكره المصريه ونتمنى لعاشقي الكره المصريه الافضل للكره المصريه والكره العربيه والعالميه. طبعا في مواجهات النهارده سريعا هي الاهم، في التاسعة مساء ومحبي الليجا الاسبانيه في مباراة في 9:30 بين أتلتيكو مدريد وفياريال، مباراة رائعة، وأيضا في نفس التوقيت مباراة رائعة في دوري لوشن السعودي بين أهلي السعودي واتحاد جدة السعودي، في مواجهة هي الأقوى بين ديربي سعودي دوري لوشن السعودي. نتمنى للكرة السعودية الأفضل، نتمنى للكرة العربية الأفضل، وأتمنى من كل اللي وصل معايا لآخر الحلقة، مش هقدر اقول لك غير سعيد بوجودك، وعايز اعرف كام حريف وكم حريفه وصلت معايا لاخر الحلقه عن طريق اللايك الجميل اللي منتظره لك، ومنتظر تعليقك على ما يحدث في الكره المستوى العربيه من فساد اتحاد الكره، وما يحدث في اداء رائع في البريمير ليج والكونفدراليه الافريقيه، ومبروك للفارس الابيض على نتيجه هي رائعه وعوده ستكون هي الاروع على ملعبه وسط جمهوره. طبعا هنا او هنا مباراه مصريه، جمهور الزمالك سيكون متواجد هنا ومتواجد هنا، فلا تذهب سريعا، انتظرنا يا صديقي في حلقة غدا بإذن الله عز وجل. ولكن لا تنسى قبل ما تخرج الاشتراك واللايك والسبسكرايب، هم من يدعموا هذه القناة وأنتجوا هذه القناة إلا بدونك. ما أقدرش غير أقول لك يا صديقي سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.